اتفضل معاك يا كابتن. سامعني؟ اتفضل كابتن. تمام تمام. اولا بالنسبه لانطلاق معسكر المنتخب الوطني قبل طبعا مواجهتي كينيا وجزر القمر، هل اتحددت الفتره يا كابتن؟ هو في الواقع طبعا يمكن انا كلمت كابتن مدحت على الفتره اللي جايه وقلت ان المفروض ان ختام المباريات الخاصه بالدوري العام هيكون يوم 28 ان شاء الله من الشهر الحالي. نعم. فمفروض ان التجمع هيبقى يعني بعديها بايام بسيطه هنشوف طبعا اخر مباريات تمت بالنسبه للمجموعه المختاره، لان حسب المجموعه اللي هيتم اختيارها ان شاء الله. في نفس الوقت في يمكن في بعض الفرق هتلعب قبل يوم 28، وفي فرق لسه هتلعب يوم 10 زي الاسماعيلي وطنطا عندهم مباراه مؤجله. نعم. وفي المحترفين مباراتهم هتمتد لغايه يوم 10 نوفمبر. يعني انا بقول 28 الشهر الحالي الدوري هتبقى المفروض اخر مباراه حسب جدول الدوري العام. لكن في مباريات هتبقى لسه يوم 10 نوفمبر اللي هي مباراه الاسماعيلي وطنطا المؤجله. لسه المحترفين هيبقى مباراتهم ممتده لغايه يوم 10 نوفمبر. لسه كاس مصر هيبقى فيه الادوار التغييريه من يوم 1 ليوم 9. فكل دي طبعا ارتباطات متفرقه هتحول ان احنا نتجمع للقائمه اللي هيقع عليها الاختيار في وقت واحد. هتبقى التجمع على فترات متفرقه ومختلفه، كل مجموعه او كل فريق بينهي ارتباطاته المحليه او الكاس مباشره بعدها بيومين ثلاثه حسب بقى ما تشوف اللعيبه بالظبط، وان شاء الله ما يكونش فيه اصابات. هيتجمعوا وهيبقى في معسكر مفتوح في الاول عشان نشتغل مع الناس اللي هي هتلعب مثلا 23 الشهر الحالي، اللي هتلعب بعدين 23. فهي الصعوبه في الاول الازمنه المتفرقه دي، وفي نفس الوقت اكتر حاجه طبعا صعبه ان المحترفين هيخلصوا من 10 نوفمبر. انت حضرتك عارف ان مباراتنا مع كينيا هتبقى يوم 14 نوفمبر بالظبط، فالفتره الزمنيه قليله جدا جدا طبعا. فهي دي الصعوبه اللي بتواجهنا في الوقت الحالي. صحيح. يعني انا كمان يعني عندك صعوبه ضم المحترفين كمان مبكرا، اعتقد دي برضو هتبقى صعوبه اخرى. المحترفين اللي هيجوا المره دي يا كابتن، هل ضمنهم محمد صلاح ولا مش هيكون موجود؟ ان شاء الله ان شاء الله هيبقى موجود، ولسه يعني حالا يعني من ساعه كده كنت لسه في حديث بيني وبينه يعني على الواتساب على اساس اطمن عليه واطمنت عليه، وان شاء الله هو نازل مع الفريق بكره، هيتمرن مع الفريق بكره ان شاء الله. وغالبا طمني ان هو هيشارك في مباراه الاربعاء بشكل كبير، اذا ما كانش كده يبقى المباراه اللي بعديها طمنت عليه الحمد لله، ان هو هيبتدي تمرين مع الفريق بكره ان شاء الله. يعني هيبدا تدريباته مع ليفربول بكره، انه غاب النهارده عن مباراه النهارده امام مانشستر يونايتد. غاب النهارده، فعشان كده انا قلقت وطمنت عليه، فهو طمني ان هو هيشارك في التمرينات الجماعيه بكره ان شاء الله. هل تطرق الحديث يا كابتن حسام عن السوشيال ميديا وانه مش عارف اتصور ايه وعمل ايه والكلام ده، وانت يعني ريحته نفسيا ولا ما رحتوش المنطقه دي في الحوار؟ لا ما رحناش المنطقه دي، زي ما كلنا شفنا ان صلاح كان بيصور اعلان. يعني كان اعلان. كان اعلان بالظبط على احد المجلات. معاك يا كابتن اتفضل. يعني زي ما كلنا عرفنا وتاكدنا ان هو كان اعلان، فما تصرفناش الموضوع خالص يعني. بالظبط، ان الموضوع شخصي يعني خاص بيه يعني. ولازم الناس الحقيقه تترفع عن المساله دي يعني، دي بتبقى بالظبط يعني هو موضوع خاص بيه وموضوع اعلان، فيعني احنا مش هنتدخل في الاعلانات اللي هو بيتعاقد عليها او كده، خلينا منطقيين يعني. صحيح. هل هنشهد في يعني المعسكر اللي جاي يا كابتن حسام وجوه جديده غير اللي شفناها في مباراه بوتسوانا؟ وارد جدا يا كابتن مدحت، لكن هو طبعا ان شاء الله يعني احنا في صدد ان احنا حتى نحط اسماء كتيره، لان لازم حتى عندنا مباراه بعديها باربع ايام مع جزر القمر. فلازم نحط كم كبير جدا حتى عشان اجراءات السفر، وانت عارف القرارات الوزاريه لازم يبقى في كم كبير جدا بنحط عليه الاختيار ان شاء الله. والمجموعه دي اللي هنقررها في خلال ايام برضو على اساس تبقى جاهزه معانا للمباراتين ان شاء الله. نتمنى ان هم بس ان شاء الله يكملوا المرحله الجايه دون اي اصابات ان شاء الله. يعني ده معناه انه في وجوه اخرى ستختفي من اللي انت اخترتهم المباراه اللي فاتت؟ لا، هو هيتضاف عليهم اسماء، لان احنا لازم بقول نحط كم كبير على اساس ان نحط يعني مجموعه
تحسبا لاي اصابات، لان حضرتك بقول لك في قرار سفر بيطلع لازم يتعمل له اجراءات، ولازم يبقى معاك مجموعه لكل الاحتمالات، لان لسه في مباريات كثيره، في مباراه في الدوري، مباراه في الكاس، ولسه في زي بيراميدز هيلعب في الكونفدراليه، وزي لو مثلا زي المصري لو اخترنا اي حد من المصري فكل الاحتمالات دي لازم احطها في اعتبارك يا كابتن. هتاخد في حسبانك لعيبه المنتخب الاولمبي؟ طبعا يعني لعيبه المنتخب الاولمبي ان شاء الله، زي ما انا قلت في حديثي بالامس، في بعض اللاعبين طبعا في حساباتي، وان شاء الله يبقوا مؤهلين ان شاء الله في اول مباراتين. لو حصل ان هم تأهلوا في اول مباراتين وارد جدا ان احنا نبتدي نفكر في مباراه كينيا، يعني يبقى معانا بعض العناصر ان شاء الله. طب ما تقول لي كده كم اسم يا كابتن من العناصر المنتخب الاولمبي؟ في اسماء طبعا، يعني في اسماء لسه عاملين عليهم، زي طبعا رمضان صبحي، زي صلاح محسن، زي مصطفى محمد، كل دول اعلن عليهم. في طاهر نعم المولود، طاهر محمد طاهر، فيعني في في يعني هم دول اللي اعلن عليهم في الوقت الحالي ان شاء الله. في الوقت الحالي اخيرا، هل في مباراه وديه قبل مباراه كينيا؟ بنحاول ان شاء الله، راسلنا ليبيريا وجيبوتي على اساس ان احنا نلعب مباراه يوم 8 ان شاء الله، ومفروض خلال الايام دي نعرف. اذا ما كانش كده طبعا برضه تفكيري يبقى الحل الوحيد ان الكم اللي هيقع عليها الاختيار يبقى في ترايل، يبقى في ترايل ماتش، يعني اذا ما كانش ان احنا يبقى في موافقات من احد الفرق الافريقيه اللي تيجي تلعب خلال الفتره دي. صحيح. يعني اخيرا يا كابتن حسام، انا قلت اخيرا دي مرتين، انت متعود معايا دايما اخيرا دي بتبقى ثلاث اربع. لا 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 معاك يا كابتن، لا معاك يا كابتن. الله يخليك. يعني طبعا احنا عارفين ان اول تجربه امام بتسوانا هي التجربه الاولى للمنتخب تحت قيادتك طبعا، واكيد واحنا بنتفرج على بتسوانا لم يكن الفريق اللي يعني كنا نحب ان احنا نلعب قدامه، باعتبار انه ما كانش الفريق يعني ذو مخالب زي ما بيقولوا. يعني هل انت يعني شاركت؟ هو يا كابتن مدحت، هو قال بالمنطق ان يبقى مثلا فريق بتسوانا، اولا احنا لعبناها اكثر من خمس ست مرات ونتائجنا معاها نتائج، يعني في مباريات كثيره تم التعادل، انتهت بالتعادل، وفي مباريات انتهت 1-0، وفي مباريات انتهت 2-0. فده دليل ان يعني احتكاكنا بتسوانا اكثر من مره، وان هو فريق يعني مش بالضعيف، يعني أوكي. فريق مقبول تمام. وفي نفس الوقت التجمع الاول، وكان تجمعنا لمده خمس ايام، فعاوز بس عشان الناس تبقى تتكلم بمنطق، لما نتكلم مع الجماهير كمسؤولين وكاعلاميين، نتكلم مع الجماهير لان الجماهير دي ليها حق علينا، ولازم احنا بننور الجماهير، واحنا بنفيد الجماهير، لان الجماهير حبها لكره القدم ده احنا عارفين طبعا، حب زي الهوا، انا بقول يعني زي ما بتنفسوا الهوا، دي كوره بالنسبه لهم زي الهوا بالظبط. صحيح كده. صحيح. فاحنا وجدنا ان احنا نوجه الجماهير، والاراء ما هي اللي بتنور الجماهير، وفي جماهير بتبقى واعيه عندها الكلام دوت وعندها الوعي ده، لكن في جماهير بتفكر بقلبها بس، وده حقهم علينا، وجميل جدا ان هم بيفكروا بقلبهم، لان احنا بنحب الجماهير اللي بتفكر بقلبها برضه وبتبقى داعمه لينا. لكن هل ان انا في تجمع لمده خمس ايام لاول مره التجمع مجموعه جديده هنخش على صحيح، وهنفكر فكر جديد، وهنبتدي نتكلم على شكل جديد وفكر جديد في طريقه اسلوبنا، ان يبقى ان احنا نلعب مع فريق ثاني اخر يعني، ولا في منطق وفي خطوات وفي تدرج؟ صح. لا انا بتفق معاك تماما، بتفق معاك تماما. فلازم الناس تبقى فيها، عشان احنا ما ينفعش، انا لقيت البعض بيتكلم بشكل سلبي، واللي بيتكلم بشكل سلبي هناك بعض الجماهير طبعا بتاعي، ان اللي بيتكلم بشكل سلبي ده بيبقى في بعض الاحيان له اغراض غير ايجابيه يعني. لكن صحيح. احنا خلينا نتكلم بمنطقيه، وتبقى بقول له احنا بتبقى مناره للجماهير. فاعتقد ان التجربه كانت جيده، اعتقد ان احنا ضيعنا فرص كثيره جدا، اعتقد ان التنظيم اللي كان موجود في الملعب، حضرتك لو جيت يعني ارجو ان انت برضه تجيب الجون دلوقتي بعد ما اختم معاك، وتشوف الهدف هو مين يا كابتن مدحت، الانتشار عامل ازاي في الملعب، وتوسيع لعيبه منتخب مصر موجوده في نص ملعب الخصم بشكل مثالي. صحيح. لو حد بيتكلم على الايجابيات هيتكلم على الكلام اللي انا بقول عليه، لو حد عاوز يطلع سلبيات هيتكلم على سلبيات غير مفيده في الوقت الحالي، فكل حاجه بوقتها، وان شاء الله احنا عاوزين الناس تدعمنا، الناس تبقى ورانا، الناس بتدعم منتخب مصر، لان منتخب مصر ده يعني هي حاجه بتمثل مصر، فكلنا صحيح. بنشتغل باقصى ما نملك عشان ان شاء الله نسعد جماهير مصر، ونقدر نعمل حاجه لمصر ان شاء الله في الوقت، فطالبين ان احنا كل الناس تبقى ورانا ان شاء الله، وتبقى داعمه لمنتخب مصر ان شاء الله. احنا في ظهرك يا كابتن حسام، وبنتمنى لك قطعا كل التوفيق،
واحنا شفنا المباراه وكان في فعلا يعني احنا يمكن قلنا منتخب بوتسوانا ربما يكون متواضع، لكن على الجانب الاخر لانه منتخب مصر كان في هذه المباراه منتشر وقوي وضاغط، فما اداش فرصه حتى البتسوانا هي تتنافس. ماشي كده انا كويس؟ بس دي حقيقه والله، والله دي حقيقه. الله يخليك، بشكرك كابتن حسام وبتمنى لك كل توفيق في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك اشكرك، شكرا جدا.